أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل رسمي تعاقد مع إبراهيم حسن صانع ألعاب الإسماعيلي ليكون أولى الصفقات الرسمية لفريق الكرة خلال الانتقالات الصيفية. أعلن مرتضى منصور تعاقد رسميا مع إبراهيم حسن في حضور اللاعب وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك وهاني زادة وإسماعيل يوسف عضوي مجلس الإدارة وأحمد مرتضى منصور عضو المجلس السابق، حيث قام بالتوقيع مجددا على عقود انضمامه للقلعة البيضاء.